وعدنا بالثنائيه جيت بعد 7 سنين وهذه حاجه باهيه. وعدنا نعاود نقول الحمد لله يا ربي، التوفيق من عند رب العالمين. بالحق بعزيمه كبيره من كل الرياضيين، كانوا تريس كانوا رجال، الحمد لله خلينا نوعدوا نوفي وهذا اهم حاجه. اليوم عندنا البطوله، سيد طوينا الملف البطوله، توا نركزوا اكثر في البطوله العربيه، مهمه ماهيش تكون بسهله. عندنا اليوم الاهم والمهم انه مثل ما عودنا ليبيا كل، مش كان شعب الزعيم اللي نوجه له تحيه كبيره، وكان بالحق ديما ورانا وامن بنا كمجموعه كامله، وهذه قوتنا السنه. العائله الموسعه كانت كلها مع بعضها. اليوم نعود نقولوا عندنا البطوله العربيه لازم نحضر لها، حبينا ننتصر على الملعب. عارفين رواحنا جاهزين بالقدام العالم الكل، ورينا انه احنا الاحق واللي نسحقوا البطوله هذه بالارقام بالاداء بكل شيء، كل شيء كنا الافضل. يمكن المنافس عنده حجج، يمكن ما يمكن كان يعرف انه صعيب اليوم باش يعمل اي رياكشن ضد فريق حاضر، فريق عاقد العزم، فريق مصمم انه ياخذ 13 باش يسعد جمهوره الغالي. الحمد لله نعاود نقولوا وعدنا وفينا، وان شاء الله يا ربي ديما القدام والاهلي ديما في العلاج. شكرا كابتن، شكرا كابتن.